بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلبة أيها الأولياء والأفاضل، معكم الأستاذ خياري، أستاذ مادة اللغة العربية وآدابها. سأكون معكم في الحصص المسجلة للسنة الثانية المتوسطة، والتي تشمل سنة دراسية بأكملها. السؤال الذي يطرح: لماذا؟ فأنا أجيبك يا بني، هناك بعض التلاميذ بل أكثرهم يريدون أن يستعدوا للسنة الثانية المتوسطة، فيسبق الحدث، يفكر ويقول: لماذا أنا في العطلة الصيفية لا أطلع على هذه البرامج فيكون لي السبق؟ أو يفضل أن يكون بالتوازي مع الدروس ولا كذلك، أو بإمكانك أن تترك هذه الدروس في الفصل الثاني وبعد ذلك تطلع عليها، فتقول: أنا الآن أراجع الفصل الأول وأراجع وأنا مع الفصل الثاني ومع الثالث. لك الاختيار ولكل ظروفه. المهم أن ما يميز هذه الحصص هي ما يسمى بالجانب التفاعلي بين الأستاذ وبين الطلبة. لا تجد هناك جفاء أو جفاء. أبنائي الأفاضل، ستعرفون وستعيشون معي اللحظات التي عشتها أنا والمتعة التي قاسمتها مع أبنائي. سيطرحون علي أسئلة، قد تكون هذه الأسئلة في خلدكم، قد فكرتم فيها، وستجدون الإجابات من عندي. وربما قد يفوت أسئلة أو تفوت علي أسئلة أو على الطلبة أسئلة لم تطرح وتريد أن تطرحها، فالأمر هين. إليك ركن: اطرح سؤال، اكتب سؤالك، وسيكون الجواب الشافي إن شاء الله تعالى معي، وستجده مسجلا بإذن الله تعالى. إن أردت أن تتأكد أكثر وتطمئن، فسأعطيك بعض مقتطفات من الدروس، دروس طبعا مسجلة، فشاهدها ثم بعد ذلك قرر. هل قدمتم درسا؟ هل تعرفون درس أسلوب خبر إنشاء أم لا؟ بين الصدق والكذب. ميليسا أحسنت، نعم محمد، عليك بهذه الوضعية سهلة بني، فهمت بني؟ الوضعية سهلة، نعم. إذا تعرفون الأسلوب إنشاء الخبر أم لا؟ قرينا هو الأول، خلاص تعرفونه. إذا أبنائي إذا كما قلنا، الأسلوب الخبري هو الأسلوب الذي نحكم عليه بالصدق والكذب، يعني الذي يحتمل الصدق والكذب. كما قلت لكم مثلا، يقول لي أستاذ، تلميذ يقول لي: أستاذ، البارحة البرصة خسرت. أعطاني معلومة، أنا نتأكد من الجرائد ومن الصحف، فأجد أن البرصة خسرت، أقول: صدقت. كن يقول لي: البرصة ربحت، نروح نتأكد، نقول: لا، كذبت. إذا الخبر الذي يحتمله، المعلومة التي تحتمل تصديق وتكذب، نسميها أسلوب خبري. المعلومة اللي أو الجملة التي لا تحمل تصديق، التي لا يمكن أن أقول لصاحبها صدقت وكذبت، هذا يسمى إنشائي. أبنائي إذا الأسلوب الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. طريق النجاح سهل، لو قلت لك طريق النجاح سهل، تقول لي: سهل؟ لا، طريق النجاح صعب. الأزرق والأحمر، إن وجدتني، ما كتبتش بالأزرق والأحمر، الحمد لله تعالى، لم أكتب بالأزرق والأحمر، مذكور القرآن الكريم، ليس مذكور القرآن الكريم، من يجدها؟ اللي يجدها أعطيه 100 ناقة، أي، أعطيه ناقة 100 ناقة، وعنده نقطتين في التقويم المستمر، خلاص، منك الآن، أي، ليست مذكورة القرآن الكريم. بعيدة 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 بعيدة، أكون بعاد أكون بعاد. إذن أحب هذه الألوان لأنها تذكرني بفريقي، فريق كرة القدم الذي أحبه كثيرا. ما هو فريق كرة القدم الذي أحبه كثيرا؟ ما الذي يكتشفه؟ الذي الأوروبي طبعا، ليس الجزائري، الأوروبي. حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم، أمان، امتياز.